السلام عليكم اصحابي، كيداير لاباس عليكم؟ اموركم هانيه. الفيديو اليوم ما غاديش يكون فلوق، ما غاديش نطول عليكم. اليوم غادي يكون فيديو قصير وغادي يكون زويون. علاش؟ لان اليوم غادي نحضروا تارا هاد دي بونبون هادي اللي قلت علاش ما نشاركهمش معكم، مع انهم كنديرهم درتهم مره طارم. كنت باغا زعما نسجل الفيديو هادي، لقيت ولادي كلاوهم كاملين. تخيلوا، والبارح خبيت عليهم هذيك الطاسه اللي كنت صاوبت، حيت هادشي صاوبته البارح وخليته حتى اليوم. عاد قلت نسجل الفيديو بما تجمع داك الشوكولاته، وبما منين تيبات الحلوه مي كتبات عاد كتولي زوينه، راكم عارفين. فهاد دي بونبون هادو ما تشبعوش منهم. عرفتي ولادي تيتسطاو عليهم، راجلي كذلك قال لي فين هما دوك لي بونبون اللي صاوبتي. قلت ليه بلاتي ندير لا انترو ديال الفيديو ديك الساعه. كول قال لي صافي ماشي مشكل. هي هذيك قلت انشاركها معكم، وصفه سهله، لي زانغريديون بساطين جدا، اللي عند اي واحد في البيت. عيب كاوكاو والشوكولات ونيسلي وهذا. المهم انا غادي نخلي لكم الفيديو من بعد، حين سجلته البارح كما قلت لكم وخليته حتى لغد. ما تشبعوش منهم، عرفتوا؟ ادمان 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 ادمان. انا من طبيعه الحال ما درت فيهم حتى شي حاجه من الداخل، فانتما ممكن تنوعوا، ممكن ديروهم على حسب الذوق ديالكم، تزيدوا فيهم اشياء، تنقصوا منهم اشياء، اللي بغيتوا على حسب الذوق ديالكم، على حسب نتوما شنو كتبغيو. فانا عطيتكم غير لا غوسيت لي باسيك، ومن بعد الاضافات كيبقاو ديالكم نتوما. زينات جربوهم وردوا عليا، غادي يعجبوكم بزاف. اكثريه الوليدات تيتسطاو على هاد لي بونبون بحال هكايا. وما تنساوش شي حاجه اللي نتوما مصايبينها بيديكم، والحلاوه راكم عارفين الحلاوه صديقه الاطفال، فكتكون شي حاجه اللي نتوما مصاوبينها بيديكم. فراسكم كانوا عندي اكثر من هكايا، وقلت لكم ولادي كلاو ليا منهم. المهم انا وريتكم الشكل النهائي كيفاش جا. صافي غادي ندوز ونخليكم مع الفيديو كيفاش حضرتهم. صافي خليكم مع الفيديو وغادي نبداو على بركه الله. هنايا غادي نحتاجو كاوكاو. كاوكاو انا عندي خضر كنشريه دائما، وعاد كنحمرو انايا. هاد الساشيات كل وحده عندي فيها 200 غرام، غنحتاج في التوتال 400 غرام. نتوما ممكن ديرو على حساب شحال بغيتو تخرج لكم الكميه. اذا كنتو زعما نتوما كثار اولا بغيتي ديري بزيد، فدوبلي الكميه ديال الكاوكاو. انا درت 200 200، يعني كل ساشيه فيها 200، في التوتال 400 غرام عندي. ها هو هذا الكاوكاو ديالي، حمرته كما شفتوا. خليته حتى برد من طبيعه الحال، ما غاديش نديرو في الماكينه سخون لان تقدر تخسر ليا الماكينه. الباقي غادي نحتاجو نيسلي. نيسلي هذا داك البيض ماشي كراميليزي، حيت كاين واحد اخر اللي كراميليزي، وانا غنحتاج هذا العادي البيض. غنحتاج كوكو باش نزوق به، وكذلك غنحتاج الشوكولاط اللي غادي نذوبو باش ندير دوك الكويرات ديالي اللي غادي نشكل. غادي نحتاج الشوكولاط بيض، وغادي نحتاج الشوكولاط الكحل. هاد الشوكولاط البيض بصراحه اول مره غادي نجربو، غادي نذوبو. وهاد الشوكولاط الكحل ديجا انايا جربته، تيصدق ليا في الكيكات، يعني تندوبو هادي كيصدق زوين. الشوكولاط البيض بغيت نقول لكم هنايا قبل في لاغوسيت ما صدقش ليا، اضطريت نمشي ناخد واحد اخر. كما شفتو كنطحن مزيان كاوكاو حتى كيولي لين عندي، ماشي كاع حتى كيطلق الزيت ولا شي حاجه، غير حتى كيولي ملي كنقيسو كيولي رطب، ما تبقاش داك الحروشيه وداك سميتو. كما شفتو ها هما كان صافي، كندوز باش نطحن كلشي. من بعد هذه الكميه اللي خرجت ليا ديال الكاوكاو، غادي نضيف نيسلي. نيسلي اكيد ما غاديش نضيف الحك كامل، غادي نضيف النص ديالو على حساب الحلاوه نتوما كيفاش تتبغيوها. انا حيت ما تنبغيش الحلاوه كثيره بزاف لدرجه انك تحرقك في حلاقك وداكشي، تنبغي داكشي يكون يعني ما حلوش بزاف. هنايا كما شفتوا درت كما قلت لكم النص، درت شويه الملح باش نسم شويه داك الكاوكاو ونهرس ديك الحلاوه. غادي نخلط كلشي وغادي نشكل كويرات. هنايا هاد الخلطه انا عطيتها لكم بازيك، يعني ما فيها حتى شي حاجه. نتوما ممكن ديروا الاضافات اللي بغيتو، مثلا ممكن تزيدوا عليها التمر، تنقصوا نيسلي ولا تحيدوا نيسلي وتعوضوه بالتمر باش تعطيكم نفس الحلاوه
وممكن كتبقى غصت صحية الوليدات هكايا في الصباح أو لا كتعطيهم إنرجي كتعطيهم. أنا هنا يوم ممكنش ندير شي حاجة اللي أنا مثلا ناكلها لأنا لولادي صراحة هادي عنقولها لكم، حنتش أنا التمر مثلا ناكلوش وولادي كذلك مثلا ياكلوش، مازال هكاك طريفة تقدري تعطيه لهم ياكلوه، أما هكا تخلطي وهدي خارجين بحالي ما تيبغوش التمر. وممكن تضيفوا إضافة ديال اللوز تا هوايا أو لديروا لغوصة اللوز إلا ما بغيتوش كوكا وتعوضوه. ممكن تفنوا انتوما كيف ما بغيتوا، أنا كما قلت لكم عطيتكم غير فكرة وانتوما ممكن ديروا الإضافات ديالكم على ذوقكم كيف ما انتوما تتبغيو، أو لا ديروا لغوصة كما هي أنا يدرتها. هنا يا انتوما شفتوا راني قطعت شوكولات البيض وغادي نمشي باش ندوبه، ما غايدوبش ليا غادي حرق غادي بحال يتحرق شي شويه غادي غادي يقصح ما عرفتش علاش، انا ما الكحل ما عنديش مشكل فيه دائما كندوبو تيصدق ليا، اما البيض ديال نفس الماركه ما صدقش ليا، فاضطريت نمشي نشري شوكولات اخر اللي هو متخصص ديال الذوبان لان الشوكولات البيض شي شويه كومبليكي باش تخدمو به. كما شفتوا انا شكل الكويرات ديالي غادي ندوز باش نرميهم في داك الشوكولات الكحل اللي دوبنا، من بعد غادي نزوقهم. بعد ما شكلت الكويرات ديالي كما شفتوا غادي ندوز باش نزوقهم. انا غادي نزوقهم بهاد الشوكولات اللي هو بحال الشوكولات ديال النميلات كما تنقولوا حنا في المغرب، هاد الشوكولات هكايا اللي هو رقيق غادي نكب شي شويه بحال هكايا باش نعطيهم هكايا تيكستور ونزوقهم. وغادي ندوز ندوب الشوكولات البيض. الشوكولات البيض اللي استعملت هو هذا اللي هو خصيصا ديال الذوبان ديال الحلوه ديال ديال الطياب. قلت هذه المره غادي نقرا مزيان وغادي نشوف انا هو اللي غادي يصلح ليا. انا كنت انا ديجا كنت هادو مجرباهم هاد الكويرات ولكن ما عمرني ما درت الشوكولات البيض. هذه المره قلت غادي ندير الشوكولات البيض، وبما انتم عارفين بان الشوكولات البيض كيواتيه بزاف كوكو قلت أرى نجربهم بكوكو تهوايا. ما نقولش لكم المذاق إدمان 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 البنات هذه ديال الشوكولات البيض. عرفتي اللي عزيز عليه الشوكولات البيض ما يمكنش كتبقاي تقولي هي هادي هادي وحيدة هاد جوج هادي حتى كتبداي تضربي في الرابعة. بنينة بزاف هاد ديال الشوكولات البيض وديال الشوكولات الكحل. ولادي هما عزيز عليهم هاد الشوكولات الكحل، فأنا يا كيعجبني الشوكولات البيض هما تيعجبهم الكحل. قلت لكم هذا الشوكولاته هذا اصلا حتى هو بنين عجبني فجربوها جربوها بهذا الشوكولات البيض وديروا عليها كوكو غادي تجيكم واعره تعجبكم بزاف. صافي غادي نبقى بهذه الطريقه هذه كنشكل في الكويرات ديالي. انا خليتهم في نص الطاوله اللي انا شكلت فيها وخليت هذاك البابيل ديال الفران اللي حمرت فيه الكاوكاو هو نيت اللي درت فيه هذوك الكويرات ديالي. كما شفتوا هذاك البابي ملي كديروه ملي كتديروا الشوكولات ما كيلصقش، يعني ان فوا كتهزوا ديك البويله بحال هكا ديال الشوكولات ما كتلقاوهاش داك الشوكولات لصقت، تلقاوها كرم ولكن بقى مهزوز ما كيلصقوش دوك الكويرات. فصافي غادي ندوز باش نغطيهم ونخليهم يباتوا حتى لغد لي باش يشدوا فراسهم ويطلق لي داك المذاق. خليتهم نيت في نفس الطاوه درت لهم بابي كويزين غادي نشدهم غادي نطرفهم على جنب
ما عندي لهم لا في الثلاجه لا والو، حيت تمشي الصهد الا كنتو درتو هاد الوسيط وكان الصهد في البلاصه اللي نتوما فيها، فمن الاحسن الثلاجه ما تخليوهاش برا لان غادي يذوب لكم. انا هنايا خليته مع برا حيت هنايا الشتا والبرد. ومن بعد لا غتلي اكيد مع شي قهوه ومع دوك الحليوات، يا سلام نقولش لكم. عرفتوا هذوك لي دي بومبو اللي بغيتو تصاوبوهم، صاوبوهم على بكري الا كانوا يجيو عندكم الضياف اولا صحاباتكم يزوروكم اولا الوليدات في الصباح هكايا في اللونش يديوهم معاهم المدرسه، كتعطيهم كما قلت لكم انرجي حلاوه طبيعيه، شي حاجه اللي نتوما مصاوبينها بيديكم. يعني عارفين شنو كتعطيو للوليدات ديالكم. انا درتهم هنايا في هاد الطويصه، درت لهم هذاك البابي فيلم، غطيتهم باش يبقاو رطبين من الداخل تيبقاو هشاش. وكما قلت لكم البنه كاينه، يعني جربوهم وردوا عليا. وبهكا التبوكيسات ديالي غادي نكونو تسالينا اولا ختمنا الفيديو بهاد الحليوات هادو وقهوه علاش لوشي جليسه تكون زوينه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، كان خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش تابعوني في انستغرام، راه كنخليه لكم دائما في صندوق الوصف لتحت. ما تنساوش تشاركوا في القناه، دعموني باللايك لي كومونت ديالكم اولا التعليقات، دائما تيعطوني واحد الحماس وانرجي بوزيتيف. شكرا لكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جاي. بسلامه.